اليوم في هذا اللقاء الثنائي فخامة الوزير الفلاحة والشؤون القروية للجمهورية الصينية كانت محادثات جد مهمة فيما يخص يعني التعاون بين البلدين في القطاع الفلاحي والقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يعني الأكواكولتور. فالمذكرة التفاهم اللي وقعنا عليها كتهم هذ القطاعين مواضيع مهمة كتدبير المياه السقي وتربية الأحياء يعني الأكواكولتور واللي الجمهورية الصينية متقدمة جدا فيها، وكذلك فيما يخص تقنين كل يعني السلاسل الإنتاج لا الحيوانية ولا النباتية، خصوصا فيما يخص التثمين وفيما يخص التوزيع والقنوات ديال التسويق. فالبحث العلمي والابتكار وكذلك الرقمنة والتكنولوجيا الرقمنة هما من الأسس والرافعات اللي غادي يكونوا في هذا يعني التعاون بين البلدين والمؤسسات ديال البلدين تحت الوصاية ديال الوزارتين لأجل تنزيل هذه المذكرة ديال التفاهم اللي جات يعني باش تحط على أرض الواقع هذا التفاهم بين البلدين منذ الزيارة الملكية السامية إلى الجمهورية الصينية.